عليكم، كي دايرين الناس ديال جوهرات البحر؟ اليوم هاد الليله هادي درت لكم هاد الفيديو هادي باش صراحه باش ما نطولش عليكم. بصدفه خرجت من الدار عندي تما في جوهره البحر، تلاقيت فاطمه الزهراء تدبير البيت مع فاطمه الزهراء، راكم كتعرفوها صراحه. قالت لي المهم تسلمنا بحال هكا عادي، قالت لي اختي زينه راه الا كان عندك شي جروب ديال جوهره البحر قولي لهم راه كيديروا، يعني ما عرفتش شنو صراحه، ما خديتش عندها معلومات بزاف. المهم الشطر السابع راه كيجمعوا اي واحد باغي يتبرع بشي حاجه من الماكله من الحوايج من اي حاجه، دايرين واحد القافله تما كيجمعوا المواد الغذائيه الملابس اي حاجه اي حاجه قدرتوا تعاونوا بها خوتنا اللي متضررين صراحه في ما عرفت صراحه في غادي تمشي القافله. المهم راكم عارفين الزلزال هاد الايام هادي دار فينا حاله، المغرب كامل تخلع وحنا باقي مخلوعين، احنا باقي ما استوعبناش شنو طاري، ولكن اللهم لك الحمد. ولكن الناس تما راه متضررين بزاف، ما لقاوش الماكله واخا معاونات وداكشي. بغينا صراحه حتى حنايا نتعاونوا، حتى حنايا نديروا شي حاجه. انا صراحه نهار كامل كنشوف لي ستوري، كنشوف الناس عباد الله كتعاون، اقسم بالله العظيم الا حسيت براسي حتى انا باغي ندير شي حاجه، باغا حتى انا شي نمشي لشي بلاصه نتعاون ولا. المهم غير خفت صراحه من دوك هذا الارقام ديال الحسابات اللي كيحطوا في سميتو، ما كتعرف شنو كاين، واش داكشي بصح ولا ماشي بصح. ولكن تمنيت انا نكون مع دوك الناس اللي كنشوفهم في كازا، في قنيطره، في اي مدينه في المغرب هاد الايام، صراحه دايرين واحد اليد ديال المساعده ما شاء الله. هادو هما المغاربه، هادو هما الناس اللي كيبغيو يتعاونوا، الناس اللي كيديروا الخير. اقسم بالله العظيم الا خرجت دابا جايه كنجري، حيت فاطمه الزهراء قالت لي راه دايرين، وفرحت والله العظيم الا فرحت بزاف. قالت لي عندك اختي زينه شي جروب ديال جوهره البحر باش الناس ديال جوهره البحر كامله تعرف، اولا بوقناد اولا شي حاجه. المهم في الشطر السابع راه دايرين واحد المكتب تما، وقيله مكتب ديال السانديك ديال الشطر السابع، كيجمعوا المواد الغذائيه. عيط بالصدفه لخويا حيت هو كاين هنايا، قلت له شنو كاين شنو كاين، قال لي نمشي معاك اختي زينه. المهم نعطيو داكشي اللي قدرنا، اي واحد راه حتى شي واحد ما غادي يكلف راسو بشي حاجه اللي كسر من القياس اولا شي حاجه اللي ما قدرش عليها، اللي قدر على شي حاجه يجيبها الشطر السابع. نتعاونوا كاملين باش تمشي ان شاء الله ديك القافله غدا مع العشره، وراه مستمره هذه الليله كامله. اللي يقدر يجيب شي حاجه يجيبها الشطر السابع، يسول تما فين كيجمعوا داكشي راه غادي يقول لكم فين، واللي يقدر يجيب شي حاجه مرحبا. صافي يعني انا صراحه ما بغيتش نطول بزاف الفيديو باش ما يجيش طويل ولا شي حاجه، بغيت نقول هذا الميساج هذا للناس ديال جوهره البحر فقط، يعني هذا ميساج او هذا فيديو استعجالي. انا دابا غدا ان شاء الله باش ندي انا داكشي اللي قدرت عليه مع خويا بطبيعه الحال والعائله ديالي، والله العظيم حيت غدا الصباح راكم عارفين على الخدمه ما غنقدرش داكشي، قلت نستغل الفرصه هاد الليله هادي نتعاون حتى انا بداكشي اللي قدرت حتى انا، راه الله يحسن العون، ولكن داكشي اللي قدر ضروري نتعاونوا بداكشي اللي قدرنا. كل واحد الى تعاون بشويه راه من شويه تيكون كثير ان شاء الله. يلا نخليكم دابا غادي نمشي ان شاء الله وصافي هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم بزاف، وكنتمنى والناس اللي توفى الله يرحمهم، الناس اللي مخلوعين الله يكون الله يلطف بينا وصافي، والله العظيم راكم عارفين خلعه الخلعه الخلعه، ولكن اللهم لك الحمد الله يلطف بينا. يلا بالسلامه عليكم.